أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. الله يوفقك يا رب تحسين على العملة. إيه الله يوفقك يا رب تحسين على العملة. خرب بيتي خرب بيتي خرب بيتي. الله يوفقني على العملة هاي. أمي 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 أمي. نعم إيش بدك؟ أب تحسين برا عم يبكي، شكله عامل شي مصيبة. ولك أنت إيش دخلك؟ خلاص خليك بحالك. شكله فرد من الضحك وهو عم يبكي. اه يا لي الادب، ولك وطي صوتك ليش معك الزلمه؟ وليش تعوطي صوتي؟ انا ما بحبه هالبني ادم اصلا، يعني ما بطيقه، ما بستظرفه، ما بهضم معي، يعني ايش له عندي اصلا؟ اه يا حشره. لا حول ولا قوه الا بالله. اب تحسين بس فهمني ايش القصه؟ ما عم بفهم منك، عم تحكي وبتبكي بس. يا اب تحسين يا عيني، انت اكيد ما كان قصدك. بعدين انت مالك اول واحد تعمل حادث، يعني اي شوفير بيقدر يعمل حادث بالغلط بتصير، ومالك اول واحد بدعس قطة. دعست قطة اكيد ما قصدك، دفع كفارتها وخلصت. قولك انطوع احكي خيو، المهم السيارة سليمة. ايوه شكلها راحت السيارة. يلا يلا اب تحسين، الحمد لله يعني بالمال ولا بالعيال، الحمد لله انفدت بالحديد. مو انت سليم؟ الحمد لله انفدت بالحديد. ولك انت ايش عم تقول؟ ايش عم تقول؟ مثل ما عم بقول لك، في ذاك الحديد، المهم انت سليم. لا هو مو بس حديد يعني. شلون يعني ما فهمت؟ اه قصدك على القطة؟ يلا بسيطة يعني، مالك اول واحد انت، يعني بالغلط بتصير، تفكر فرتها وتمطلك وخلص. ولك حاج تحكي؟ حاج تحكي؟ اسمعني قريبة، انا لما شفت القطة كسرت على اليمين على اساس ما ادعس القطة، قمت بدل ما ادعس فرين دعست بنزين، قمت بدل الفرين دعست القطة. فهمنا؟ حاج تقاطعني يخرب بيتك. طيب احكي احكي يلا. لك لما كسرت على اليمين على اساس ما ادعس القطة، طلعت على الرصيف، قام طلع بوجهي مباشرة براكية بياع سندويش. شلت البراكية؟ بس البراكية، شلت البراكية والبرادات والشواية والبضاعة وصاحب البراكية والزباين كمان. ايه وبعدين ايش صار؟ بعدين انت شلون قدرت تهرب من هنيك بعد هالمصيبة اللي عملتها وجاي لهون؟ اه راسي عم ضربيني كرمال ابو تحسين، بتعرف انه هذا الحشرة ما بينطاقه صغير كتير وزنخ وكبير. انا مو قلت لك سدوا لبوزاك. ولك عم بحكي عم بحكي بس ما بتقول له، ما بتقول له عمالة. وروح مين هدول بدي اقول لهم؟ احكي انتوا بقى. لما دخلت بالبراكية كان في زباين قدام البراكية، شلت البراكية والزباين والبرادات والدنيا كلياتهم، اتكسر البرير مقابيلي، انا هون ما عاد حس على شي طايل، حسيت انا العالم كلياتها منشطحة بالارض والعالم فوقهم عم بتصحيهم بالقد فوقهم مي، مالهم عرفانين مين الشوفير ومين بياع البراكية، انا شفتهم مثليين هيك، سحبت حالي شوي شوي وعسكت وهربت وجيت عندك لهون. الله يوفقك الله لا يوفقك، بعد هالجريمة اللي عملتها وبعد هالمصيبة كلها تركت السيارة وجاي لهون كمان. بدي اياك تخبيني عندك هون هلا فترة، وعم بفكر هيك هيك اترك لهم السيارة، هيك هيك اتطربشت وما عاد تلزمني، بس ان شاء الله ما يعرفوا انه هي السيارة لي. قولك بيعرفوا انه هي السيارة لي. السيارة باسمك ونمر عليها. لا لا ما بظن ما بظن ما بظن يعرفوك طالب، ما راح يصيروا لك ما بظن. اتبسخر اتبسخر يا ابو بدر وانا بهالحالة. لا انا لازم اترك البلد واهج راسا. شو؟ ايش بدك تعمل؟ بدي اروح اسافر لبرا عند واحد رفيق، ابرك عنده فتره لبين ما يكونوا صلحوا البراكيه، ولك تكون نفس الموضوع كمان. ولك مين هذا رفيقك اللي بدك تطلع عنده؟ ولك بعدين انت في عندك باسبور تسافر فيه برات البلد؟ اه لا ما عندي، بس في هويتي، في هويتي زرزت هويه هويه. قولي نسيت الهويه وراسي اهم السياره، هلا بيعرفوني. قولي انا لازم اهرب برات البلد كمان. ايه قوم قوم لك قوم قوم لحق الباص اللي بده يسافر برات البلد، قوم يتركك ويروح. مفكرني اجدهب بهرب من المطار مثل ما رفيقي سافر. وين سافر رفيقك؟ هرب لبرات البلد، هرب من هون من انقره، هرب على اسطنبول. اسطنبول اسطنبول صايت برات البلد هلا. اب تحسين اسمع مني اسمع مني، خلينا ننزل نوكل محامي، بعدين بتروح انت بتعوض الناس اللي كسرت له البراكيه وتعوض الناس كانت موجوده، وبعدين الحادث والقصه اللي عملتها بنشوف شو بدنا نحلها. شو؟ ايش عم تقول؟ مثل ما عم بقول لك لازم تسلم حالك انت. اقص عليك، انا ببيتك ومحتمي فيك، بدك تسلمني للبوليس؟ ولك يا بني ادم انا مشانك، انت مالك داعس مزاي، انت داعس بني ادم، بشر هدول ارواح، وين بدك تهرب؟ يعني فكر حالك اذا سافرت اسطنبول انتربول راح يتركك، الانتربول راح يشحطك من شعرك، رح يشحطك يجيبك لهون يعني. وبعدين افكر انت هلا رح تحسن تطلع على برا، يكون برا الله خير، بين الدنيا عليك عم دوروا عليك.
FBI أوبرا. ولي شكلنا نعرفه، شكلنا نعرفه. ولي مين راح يقبلون؟ أنت خبرته أو عمادة؟ نفس حبة. لا تفتح لهم الباب، الله يستر. راح نفتح لهم الباب. عملته تحتي أو عمادة أو أفتح الباب. شو أبو عبادة؟ راحوا إن شاء الله؟ ما بقي صار فإنه أمي رح يكون شربت مي. شوفوا لك أنا جوز خوارتي ضابط، ها بوحكم شربت مي. لا 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 طول بالك طول بالك، أنا والله كنت جاي الله أسلم حالي حتى سأل أبو عبادة. إيه والله كان جاي يسلم حاله والله. والله كنت جبنا سيرة أبو عبادة، أني كنت بدي أهرب برات البلد، ها شرشحوني والله. قولي يا حوالي شبابك يا أبو تحسين راح بشربة مي. شباب من أولا ما بيعرف العبد يدخل معنا يشاركنا اللعبة. ليكو بابا يلا هاي حجيب لك اياه. هذا مجهود عم بلعب فيه على المغسله. لك مجهود هذا مولى اللعب. يلا لا عاد تاخده يا غبي، جبته. اي سوسو مثل ما عم بقلك ساوي، اذا ما عملت هيك ما بتستفيدي طاول. ليكو يلا ليكو بابا كان مع مجودي عم بيحكي فيك. اني كان مو عم بيحكي قصدي هيك كان عم بيلعب فيه. هاتو الله يصلح حالك. يلا أبو عبادة يلا خذ جودي كل ليكو أبو عبادة طلع مع مجودة عم ياكل منه ما له خبر. هاتو الله يسهل حق. بس يلا رح أجيب لك إياه. جيتك أبو عبادة. يا عيني عليكي، أنت مباشرة عملي له بلوك. بس عملتي له بلوك مباشرة. مجودي الله يصلحك، شو بدك شو ما شفته قدامك. روحي يلا روحي يلا عمي راح المون. يلا ولك مجودي الله يصلحك طلع قدامك تاني مرة. لا يلا راحت مرقت على سلامي. كيش مكسر الله يصطفر فيها الولد. ليكو بابا ليكو أبو عبادة طلع مع مجودة عم ياكل منه ما له خبر. هاتو الله يصلحك. بس يلا رح أجيب لك إياه. ولك مجودة الله يصلحك، شو بدك شو ما شفته قدامك. لسه
أحسن خليكم تستاهلوا